لك سؤال. اخ يا اخي اخ طول بالك طول بالك اخ يا معتز آخ. لك يا اخي طول بالك خلصنا بقى خذ اشرب مي. لك هي تاني فلقة باكلها ظلم. الله يكسر ايديهم على العملة. الله يكسر ايدين ابو جودك ونوري ومعهم سمعوا. اي والله بس بيني وبينك اخي بستاهلها. ليش بستاهلها؟ اليوم الصبح زعلت لامك قام الله ما بيت اياها دغري عاقبني عليها. وبشو زعلت لامك؟ رفعت صوتي عليها طلبت حصتي بنورته ابوك. الله يصلحك يا عصام على العمله. لك انت ما بتعرف شو يعني غضب الام. هلا اكيد بتكون زعلانه منك وغضبانه عليك. كنت زعلان لانه مرتي لطفيه تركت البيت واخذت بنتي معها. الله يكسر ايديها. لا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم. قوم اخي قوم قوم روح لعند امك استسمحها. قوم بوس ايديها ورجليها خليها ترضى عليك. قوم. وانت قلت اخي اخ اخ معناتها كان بده اياها الفلقه. عم يغضب امه مشان مرته. استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم.